ألعاب القوى وبطلة أولمبياد لوس أنجلوس في ال 400 متر حواجز. الميدالية البرونزية لإيجدر عبد العافي من المغرب الذي سجل في الدقائق 35 ثانية و 13 جزء من المباراة. الورود لعبد إجناب المتأهل إلى نهائي 5000 متر أيضا. وفي المركز الثاني مونزانو ليونيل من الولايات المتحدة الأمريكية الذي يسجل أحسن نتيجة شخصية له للفوز بالدقائق 34 ثانية و 79. فرح جدا بهذه الميدالية الفضية وبدون رصيد الكينيين في هذا السباق، سباق 1500 متر. وبعدها سيكون التتويج. نعم، التتويج لمخلوفي توفيق. وتوفيق مخلوفي الميدالية الذهبية بطل العالم وصاحب الرقم القياسي العالمي للقاء 26 ثانية. وشامل بن روج جسد